نفى حسام البدري المدير الفني للأهلي أن يكون قد انتهى من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين قادمين، مثلما تردد بقوة في الساعات القليلة الماضية. وأكد البدري أنه لا توجد مشكلة في ملف تجديد تعاقده مع الأهلي، لكن هذه الخطوة لم تتم حتى الآن، وهذا لا يمنع تمسكه الكبير بمواصلة عمله مع الفريق. وشدد البدري على أن الفوز على وادي دجلة جاء مستحقا في ظل سياسة الفريق في مواصلة تحقيق الفوز في كل المباريات، وفي نفس الوقت منح الفرصة لأغلب اللاعبين، مؤكدا أن الهدف الأساسي في الفترة القادمة هو حصد لقبي الكأس ودوري أبطال إفريقيا.